صباح الخير على كل متابعي ابو كبير ميديا. لايف جديد من الحرم المكي، ويا رب توعد كل مشتاق لزياره الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله في انتظار اذان الفجر. يا رب توعد كل مشتاق لزياره الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يا رب توعد كل مشتاق لزياره الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويا رب تشفي كل مرضانا ومرضى المسلمين جميعا، ترحم كل موتانا وموتى المسلمين جميعا يا رب. اللهم اشفي كل مريضا يتألم ولا يتكلم، اللهم اشفي كل مريضا يتألم ولا يتكلم. خالد المنفي، ربنا يكرمك ويسر لك امرك ويصلح لك حالك، ووعدك بزيارة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله في انتظار صلاة الفجر. يا رب توعد كل مشتاق لزيارة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أبو عبد، ربنا يكرمك ويسر لك أمرك ويصلح لك حالك. أستاذ عمرو، ربنا يكرمك ويسر لك أمرك ويصلح لك حالك يا رب، ويكرمكم جميعا بزيارة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. دقائق وسيعلو صوت أذان الفجر من الحرم المكي. ربنا يكرمكم جميعا ويوعدكم ويوعد كل مشتاق لزيارة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يا رب تكرم كل مشتاق لزيارة الحبيب. ان شاء الله يا جماعه مش هنعرف نتكلم عشان اذان الفجر. ربنا يكتب لكم جميعا ويعدكم بزياره الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. حج وفاء بنت زينب، ربنا يتم شفاك على خير يا حج وفاء بنت زينب. ربنا يتم شفاك على خير، وان شاء الله نشوفك في احسن حال بإذن الله. نطمن عليكي بعد ما تخرجي من المستشفى إن شاء الله. حاجة وفاء بنت زينب، ربنا يشفيكي ويسر لك أمرك ويصلح لك حالك يا رب، ونشوفك في أحسن حال، وربنا يبعد عنك المرض. خميس، الله أكبر. سيد محروس، ربنا يكرمك يا رب ويسر لك أمرك ويصلح لك حالك. أذان الفجر. ربنا يكرمك ويسر لك امرك ويصلح لك حالك. عمرو الفتوه، ربنا يكرمك يا عمرو ويسر لك امورك يا رب. ثواني وسيؤذن اذان الفجر. عايزين نسر عينينا برؤيه الكعبه ان شاء الله. لا يفتاني باذن الله، لان حاليا مش قادر. لايف تاني ان شاء الله نعمل لكم اللي انتوا عايزينه لكل متابعي صفحة ابو كبير ميديا. ان شاء الله اللايف الجاي ان شاء الله يكون من امام الكعبة.
الله أكبر الله أكبر. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والمنة، اللهم مقاما محمودا إذا عدت أنك لا تخلف الميعاد. يا رب توعد كل مشتاق لزيارة بيتك الحرام، اللهم وعد كل مشتاق لزيارة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. كده اللايف بتاعنا خلص، انتظرونا في لايف جديد. اترككم في رعاية الله وامره. كان معكم قول ابو عفت من الحرم المكي، ويا رب توعد كل من شارك هذا البث بزيارة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh.